حضراتكم مرة تانية. والحقيقة لما بنقول وزير الشباب والرياضة بتتداعى حاجات كتيرة لها علاقة بمراكز الشباب وبالأندية وبالرياضة وبالكرة وبالاتحاد وحاجات كتيرة جدا. بس الحقيقة إن وزارة الشباب بتلعب يعني في الفترة دي دور مهم ومحوري على أصعدة كتيرة جدا، أصعدة ثقافية وأصعدة مواجهات سياسية وأصعدة تدريب الشباب على خوض الانتخابات. احنا عايزين البرلمان كله شباب، بس للأسف عشان كل البرلمان يبقى شباب ده احنا عايزين مصر كلها تتغير. فيعني البدايات دلوقتي في نظام القوائم بالشروط اللي حددها الدستور والقانون كلها حاجات إيجابية في هذا الصدد. أنا النهاردة يعني في حواري مع وزير الشباب هو حوار أقرب إلى الشباب والسياسة والشباب والبرلمان، الشباب والدين، الشباب والخطاب الديني، دور الوزارة في هذا المجال. برحب بالسيد الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. برحب بحضرتك. أهلا أستاذ خالد، أهلا بيك. أهلا وسهلا. والحقيقة في البداية الحقيقة لنا أشكرك على الكتاب ده، أشكرك لأن أنا استفدت منه استفادة كبيرة جدا. الوزارة مطلعة دليل الشباب للانتخابات البرلمانية 2015، هي جهد موفق جدا. أنا شخصيا رغم أني بذاكر القوانين والدساتير والحاجات دي بحكم الشغلانة، لكن استفدت جدا من هذا الكتاب، والحقيقة مطبوع منه كميات كبيرة. قد إيه تقريبا؟ إحنا يعني عاملين خطة إن شاء الله نوصل ل 2 مليون، لكن إحنا بنطبع يعني كل فترة كل ما بيخلص عندنا 250 ألف ونوزعهم بنطبع تاني. إحنا عاملين تعاقد مع مطابع الشرطة وبنطبع الحقيقة، وطلبات كتيرة جدا عندنا. لا بصراحة هايل. يعني أنا خدت نسخ حضرتك تكرمت بإرسالها للصحف، وزعتها على كل المحررين وكل الناس، وبعدين خدت اربع نسخ عشان ولادي بقى ونقعد نذاكر. انا في الزياره اللي جيت فيها المقر بتاع حضراتكم شفت قد ايه الشباب اللي موجود، كان عدد كبير جدا. فاحنا بنحاول كل منطقه فيها تجمعات شبابيه نقدر نوزع فيها عدد كبير. بشكرك والله. وفعلا ويا جماعه وبخرايط بالالوان وتقسيمات للدوائر ونصايح للشباب اللي داخله، ويعني ايه حمله انتخابيه وتشتغل ازاي في الدعايه، كل ده الحقيقه حاجه جميله وموفقه. ورغم